شهد الفريق الأول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنية الفيديو كونفرنس والذي يستمر لعدة أيام. شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي تنفيذ المرحله الرئيسيه لمشروع مراكز القياده التعبوي التكتيكي الذي تنفذه احدى تشكيلات القوات الجويه بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القياده التعبوي التكتيكي لاحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنيه الفيديو كونفرنس والذي يستمر تنفيذهم لعده ايام وقد تضمنت المرحله عرض ملخص الفكره التعبويه للمشروعين والقرارات المتخذه من القاده خلال مراحل اداره العمليات ونقل الفريق اول محمد زكي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات الجويه وقوات الدفاع الجوي لتنفيذ كافه المهام التي توكل اليهم مؤكدا ان القوات المسلحه بما تمتلكه من منظومه تسليح متطوره في كافه التخصصات وفرض مقاتل مختلف قادر على حمايه الوطن وصون مقدساته كما ناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين في المشروعين في أسلوب إدارتهم للمواقف المتغيرة والطريقة التي يمكن التعرض لها خلال مراحل العمليات مشيدا بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة وكان الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه قد شهد احدى مراحل المشروعين التي تضمنت عرض القرارات المنفذه من مختلف المستويات واجراءات التحضير والتنظيم والتنسيق والتعاون بين كافه العناصر المشاركه، كما ناقش عددا من القاده والضباط في تنفيذهم لمهامهم. وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكيه المفاجئه للتاكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم اثناء اداره العمليات مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافه العناصر المنفذه مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافيه في تنفيذ المهام حضر تنفيذ المشروعين عدد من قاده القوات المسلحه